علاقتك زينة ويا الناشطين؟ يقال أنت دائما ما تستهدف الناشطين، تعاديهم، تقيم عليهم دعاوي، لا. ما تتقبل الرأي الآخر؟ لا لا بالعكس، أنا أتقبل الرأي الآخر وأتقبل النقد، لكن من تقرأ دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. أكو ناس تتجاوز الحد أو الخط الأحمر مثل ما تقول جنابك، يعني تدخل بمسائل شخصية وتدخل بمسائل أخرى وهي ضمن دائرة التسقيط والاستهداف. لا بالعكس، يعني احنا يعني أنا علاقتي جيدة ويا كثير من الناشطين، كثير من الإعلاميين يعني، لكن أكو ناس هم لا إعلاميين ولا ناشطين. شخص كان بوق لداعش قبل ومتهم بعدة قضايا، هذا مو ناشط. هذا هناك هكذا أشخاص؟ نعم مثلا، ما أريد أدخل بالمسميات وبالأسماء. نعم، أكثر اللي يستهدفون هو واحد من هذا من هذه الفئة يعني. نعم. طيب ليش ما تسميه ينتقد حاله هو في المدينة، يريد يساهم في بناء المدينة، يصحح مسار ممكن أيضا؟ احنا نتقبل نتقبل أنه واحد يجي يدليني على خطأي أو يدليني وين أروح، لكن قلت لك عندما يتعدى هذه الأشياء لأغراض التجريح فقط ولأغراض التسقيط، ومرات يعني أكثر الأشياء اللي يختلقوها اختلاق هي لأغراض أنه يشوش ويضبب على الرأي العام يعني. نعم. لم أرك يوما تتعاطف مع ناشط ربما أقيمت ضده دعوة، مثلا أذكر ريان الحديدي، سهر، لا بالعكس زياد، ريان زياد، لا لا السنجري، لا أستاذي. نعم. الحميدان، ريان وصقر وجماعة أنا اتدخلت يعني، وكانت عليهم دعوة مقامة أو دعاوي قصة الصحة. نعم ايه، وأنا طلعتهم يعني، كنت وسيط مع الطرف الآخر. نعم.